الكبرى نتواصل بالتحدي والإثارة مع سن الكبار في هذا الصباح الجميل من مسافة 8 كيلومترات، حيث ينطلق على بركة الله شوطنا السابع والخاص بالجعدان الثنايا المحليات الأصايل، لنسير مع أشواط أصحاب السمو الشيوخ مع هذه الشعارات الغوية واللامعة في هذا العالم الساحر. نتقدم مباشرة لنتعرف من خلال هذه الانطلاقة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول. ها هو شاهين يتقدم من مؤسسة هجن الرئاسة، ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما أردت تسلل في هذه اللحظة الجميلة والانطلاق من قبل سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث لأتابع هنا سمهو يتقدم مع الكوكبة الثلاثية ليتقدم بهذا الشعار الجميل من هجن زعبيل المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما انتقل إلى المركز الرابع لأتابع في هذه اللحظة على المركز الخامس ليتقدم مشاهدين الكرام شاهين من هجن الرئاسة، ويتقدم راشد بن محمد بالسم في عملية التضمير والتدريب، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس خامس التحديات من يأتينا في هذه اللحظة الجميلة والمتميزة. يأتي هنا في هذه الانطلاقة الجميلة ما يخاف من هجن الرئاسة، وعلي بن جميل الوهيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز السادس اللي يتقدم في هذه اللحظة ويبحث عنها أيضا المراكز الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. ها هو ياتي شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد والمضمر محمد بن سعيد بن بروك اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه. انتقل إلى المركز السابع ليتقدم على مستوى المركز السابع هنا ثمين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يتقدم على المركز السابع، بينما الانتقال إلى المركز الثامن ليأتينا مستحيل بشعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم والمضمر أحمد بن علي بن عامر العويسي، بينما المركز أيضا التاسع ليتقدم على المركز التاسع في هذه اللحظة سلهود بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي والمضمر سهيل بن سالم بن سهيل العامري، بينما المركز العاشر لنختم النداء مع الجولة الأولى من خلال ندائنا الأول للعشرة المراكز الأولى، يتقدم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام بهذه اللحظات شاهين بشعار هجن الرئاسة والمضمر أحمد بن مايد الخيالي. هكذا ندائنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه المسيرة المتميزة من خلال انطلاقات أشواط هذا الصباح الجميل مع هجن أصحاب السمو الشيوخ، لنعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، نعود
بلا شعار. هجن زعبيل تتقدم على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظة مع سمهوي. سمهوي من ينطلق على المركز الأول من هجن زعبيل المضمن راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ركز يا بن مروشد مع هذا الشعار الجميل والعملاق على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني ليأتي هنا شاهين على المركز الثاني من مؤسسة هجن الرياسة والمضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي لقب بمستحيل المضمرين في هذا العالم الساحر وفي هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة غالية على قلوبنا جميعا أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الكبير. نتقدم أو نعود مع المركز الثالث. هو شاهين يتقدم بهذه اللحظة الجميلة على المركز الثالث، أما يخاف من هجن الرياسة والمضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي الذي ظفر بستة أشواط في هذا الصباح ليبحثوا عن المزيد، ليبحثوا عن الانطلاقات الرائعة في مهرجان جائزة زايد الكبرى. الله الله على هذا التحدي الجميل، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الرابع. المركز الرابع الذي يتقدم شاهين من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يتقدم المجازف والعيون التي تراقب هذا الشعار في هذا الموسم، موسم 2016 وموسم 2017. العيون تراقبك يا بن زيتون، متع العيون مع هذا الموسم المتميز. بينما انتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس الذي يتقدم هناك في هذه اللحظة الجميلة لهو شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد والمضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري، من يتقدم على مستوى المركز الخامس. هكذا نتيجتنا، هكذا مشاهدين الأعزاء الصراع في هذا الشوط مع مسافة التحمل مسافة 8 كيلومترات. الله 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 الله، المركز السادس الذي يتقدم بهذه اللحظات وينطلق مشاهدين الأعزاء لهو المازح. المازح الذي يتقدم بشعار هجن الرياسة وراشد بن بخيت بن مقارح المري من يقود في عملية التضمير والتدريب مع مستوى المركز السادس في هذه اللحظة الجميلة، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز السابع. المركز السابع اللي يأتينا في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، من يتقدم في عملية التضمير والتدريب. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، في هذه اللحظة يضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يحتل المركز السادس، بينما المركز السابع اللي يتقدم على مستوى المركز السابع في هذه اللحظات لهو ثمين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يحتل المركز السابع وثامن المراكز الذي يتقدم قدم في هذه اللحظة مستحيل بشعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم ومضمر نجوم الخمس أحمد بن علي العويسي في عملية التضمير والتدريب. نكتفي بهذا النداء، نكتفي بهذا الصراع المبكر مع سن الثناية، ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة مع المركز الأول. وبدينا نفتتح الكيل
الأخير الكيلومتر النهائي بدأنا في هذه اللحظة إلى أيضا اتجاها سليما إلى المنصة الرئيسية. أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول مشاهدينا الأعزاء ليتقدم في هذه اللحظة. ها هو ما يخاف، ما يخاف اللي ما عليه خوف مع مؤسسة هجن الرئاسة ومع المضمر الغدير علي بن جميل الوهيبي. الله يا ما يخاف. المركز الثاني هجن زعبيل هي القادمة مشاهدين الأعزاء والمنطلقة بكل قوة. هو سمه ياتينا من هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. المعركة القوية، المعركة القوية، ولكن الحمر، الحمر خطر، الحمر خطر مع الظافر، الظافر علي بن يميل الوهيبي. النقطة السابعة، النقطة السابعة يضيف أبو اليمايل علي بن جميل الوهيبي مع الشعار الحمر. تهانينا والناموس إلى المقام السامي، إلى سيدي حضرتي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان على هذا الفوز وعلى إبداعاتي هجن الرئاسة. تهانينا والناموس لعلي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني اللي أتانا سمهوي من هجن زعبيل مع أيضا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء اللي احتل شاهين مع هجن الرئاسة مع بالسمة في عملية التضمير، بينما المركز الرابع، المركز الرابع شاهين من هجن الرئاسة مع المجازف، بينما خامسا مشاهدينا الكرام اللي احتل اللي هو شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في عملية التضمير محمد بن سعيد بن بروك الحميري. هكذا مشاهدين الأعزاء النتيجة للخمس المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وعودة بالتهاني إلى هجن الرئاسة وما يخاف. التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء 12 دقيقة و40 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية هو التوقيت الذي تدون تحت أقدام ما يخاف. تهانينا لهجن الرئاسة وإلى الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما من حل على المركز الثاني سمهوي قاطع مسافة السباق في زمن وقدره 12 دقيقة 43 ثانية وجزءا واحد يتيما من الثانية. تهانينا إلى هجن زعبيل وإلى راشد بن محمد بن مروشد، بينما المركز الثالث شاهين اللي احتل المركز الثالث قاطع مسافة 8 كيلومترات في زمن 12 دقيقة و59 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مؤسسة هجن الرئاسة وتهانينا لمستحيل المضمرين راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس.